أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ويأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ويبار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، اتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب لابن يا آيات اللبات بقول يسديتا يا اللبات وسورة البقرة كاملة. فأنا سوق يعني عشر كان تضبات يسديتا النجوى وكدح جرنا سورة اللبات وقران كاملة. وإلهي سبحانه وتعالى ورسول ورمائي دور عشراء النسوق هذا ني صدقتي يا وحيابي كنت علقها يي يا إلهي سبحانه وتعالى ورسول ورمائي. مركا عشر كينا يجب جدا بإله يخونا صوبه سبحانه وتعالى قفة دي وحاوية دين ديني سيهي إسلام مركا سنة وحاوية عسر أو هايو دينك إسكب حيكارين وحاوية يجب دونكا إنا الأكادسان إلى وقت أو إلهي سبحانه وتعالى وحسهلا سينا يو أو إلهي وحسهلا يو أو مركا سيو قارا يو يسري انت اللي قارا يو أيضا سيستعانى إنا إساقصة بقائستانى إذن خير بضان أول إلهي هديئة قرن إساء إلهي هنا صوبة عدنا سبحانه وتعالى يوم كبقوا بإلهي وإلهي سبحانه وتعالى اللي إذن علنا أيه لا إذن حسابا أيه نفو البو حوية وإلهي كسبتل مجاسنا أيه إذا عبنا وحوية حسنان لغا نقصانين سيئاتنا المزيادين أيضا إنا ماشا كبلي إنا إله لغا قال أيه علوم لغا قال أيه marka uu horeeyso aayadan waa aayadaha quraanka aayada uu dheer weeyey waayna aayadan kulminaysa adoomanka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la hanuuniyo nimahanu shaha dunyadeeda masaalixdeeda ayaa ay ka waramaysaa oo masaalixu dunya oo adoomanka lagu hanuunso ayay aayadan ka waramaysaa maxay ila adunyadu aynu ku noolnahay sida rasuulkeena calayhi salaam salaam ودعي الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا ذو آخرة بيرتيد وي الدنيا ذو حوي مش آخرة لقد بيرنا يقول لقد كسبنا وي وحوي مركز دينك الصغنا ومعاملة ومركز يسمى معاملة الدنيا ذو كمدة مركز ساس دراد هذا آخرة إني هذاك تمتان نقونا يسو إلا الدنيا ذو إني هذاك تموي ووحي علماء الإرادان أيضا كقادنا يا نصوصتان إذا صلحت الدنيا صلحت الآخرة الدنيا ذا مركي هذاته يا آخرة هذاته وعلى غيرها الدنيا ذا مركي وحوي سيد إلهي سبحانه وتعالى وجدي من هذا جيء وإصلاح لغا الشقايا وفسهات الدنيا اللي قدها يا آخرة هذاته كرسة لكن الدنيا ذا اللي فسهاته وإفساد في مركز إلهي ورهاوي الدنيا الله سمعيه هذا غفت فسهات كل بغماء آخرية سهزاج ميس مركز أيضا هو إله قرآن كأودار وها إله سبحانه وتعالى موضوع عبدالدونا مصالح ذا الدنيا إما رتيا لغا الشقيه إنه يحمي ما يتوي
وحان إلهي سبحانه وتعالى إما يدنا يا ضدك المؤمنين تا آيادا هذا مركا وحيابها وحكسوا عريري دونا وهي نقونا يا وح مارتيا ويجب ما أنا وح صناوي وحي لوحا لوو رب دونا دين مرك اللي قادنا ايه وأجل مسماء اللي قادنا ايه إن وحاوي اللي قره ومركا سوى سيق الله سمايه سوى حاوي هذا الدواب اللي وضع دورصده هذه هذا قرال عن لسمين وحنا اللي ازديني انا ويسك بنام تايو آيات السواسع الطوى دي لا إله الانجارد وان آيات انكبعدي أي آيات عمركا سيحانكو غانينا إن مركا سيدين كرهانكا أدي دين مقادنا يخيحان لبقو إن آيات الله اسكدل بايو تاس أيضا ويأتي من نقونا يسو لكن حال إلى وثيقاء يا لبها إلى يحور سبحانه وتعالى يا أيها الذين دوك آمنوا الرمينو إذا وقتي تداينتم أديث دين من إيسان بالدين دينو له إلهي تعاملتم بالدين وي إذا وقتي تداينتم أديث دين من إيسان بالدين دينو له إلهي سبحانه وتعالى سيدة مثلا بالسلام كيوكا يا أماهدي ودين كه إلى أجل أجل أنت اللي قال وقت أجل كاسو مسمى لما قعاوي فاكتبوه دين كاس قرر له إلهي مركي أحليس ديمين أيه وعليه بهاني هاي أجل معلوم مناها أنت أصال السنة آدي قبل إساء الله وابد الأداء آدي قبل إساء بلاد قبل إساء ساسو كلوي وعلى غوائين قرال الله صلى الله قرال كاسو مثلا بوحوي كالسوني أيو كينا يا إيه تحراع أيو كينا يا واستيساء قال إلى هذا مركز آيات أمرك هذا أوامر تقول جتساء روشة وأمر الإرشاد لإله لا للوجوب مرك إلهي هو سبحانه وتعالى إذا وقتي تداينتم أديث دين الإنسان وحكى سوى أمر أو قرآن إيا حديثة أتكو أردته أدى وحوية أمر واجب هو قادم أمركم من الله يدو كيما يو وهذا المقنع يا إنو أنف الوجوب أو النغضة يا إنو أنف اللب أو النغضة يا إنو مارتيا أو النغضة أمر الإباحة سد حلاس أيها مركة أسأل الله وقع إبشاه وعنا لغو برتا علميا لنا أصول الفقه يا لغو برتا ها ته وحا أصول الفقه لغو برنا يما وح برنانك لغاك ينه وح برنانك لبت فيسا لغفهم أي حديثة وي إلا داء ترى أمر كستا وعوي أمر كستا هلقاته ومر كاسي وجوب هلقبقه وحوي الدين تبع علاس جريميسا مركا وحال ربا إنو حمارة يا أقوم ليه وأمر كوادو من الله كيمه إنه أنف الوجود يا إيه إنه أنف المبي يا إيه إنه أنف الإباحي هاي إنك لأباد إنت كل القرآن كان لأباد هلايا هذا ما يشاء أنف المبي واي أمر الإباحة دي إليه وفتو دونا إليه وعطونا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سورة الجمعة دي لا إله وصلاة الجمعة مرك اللي قبحه أرادك كالفافو بإلهي وأرادك لآله فانت شروف الأرض إلا يفضل من سلاسو شقائستا أبا وعوه قفك سلاة الجمعة كبها أدو مسجدكي سيسكجيه أبا وقرمي سيسكجيه ووصان انتشار وصان سمينين أعوه مارت يفراء عليه شيء أرك فانت شروف الأرض سماهن ويجبنا معهن سمنا معهن وعلي إلى أمه الإباحة لإله أحاديثنا مركة النبي عليه الصلاة والسلام حديثة فسوء أبوته سلاسو كرواهي marka sidaas ah waxa weeye culuumta isugu dhex jirtaa la buda markaas ay u baahan tahay macallin ay u baahan tahay faqtuhu qoro ba ilaahay subhanahu wa ta'ala wa istisaqan wa daf'an lil niza' kursooni ayaa laga dhigayaa iyo si maaratay dad ugu baad oo baxda meesha ay wadi la soo qabto qoraalku waa kan ilaah wal yaktub ha qoro ba ilaahay kitaabka deynta warqada deynta lagu qoray أما بوه وهو هذا ومركز وهوه نقول أوي وليكتب هقرون إلهي بينكم بحدينا كاتب المت كاتبة وقرأ الكيقانة بالعد عدالها تقرأ عدالها هاي نقول إيسا مالك لك لقابنا إنو سنزياد إيا أجشة إيا إنو سنقصان أو مالك إنت ويانا أو قرأ أجشنا وقت يأيد أو قرأ نقصان أو كداي زيادة أسو كدري هذا ولي يكتب كان قرابة إلى اكتفاس نواي أمر الإشاد واي وأمر ند واي حق رونه إلهي وكتاب الدين كوي ولي يكتب كتاب الدين يا ماش بجرت
عائل المفعول يكتب أيام محذوفة مركز واللي يكتب أقرأوا لإلهي كتابك الدينته بينكم لحذينا كاتب مدوح قرى بالعدل أدالها كقرى ولا يقبلون صديقنا وإلهي كاتب مدوح قرى أن يكتب من أن يكتب إنا وقرى ووحوى مركز ويير وليل هذا مركز قرى كان نوصمي يو صديقين ولا يأبى يوسف ديدنا والإله إلا وليكتبوا الإله بينكم كاتب مرك هذا كتابة وحل يبا هيا إنا يتهي وضبك إنا كتابة برطان يبا هيا تأسدك أبايسة ومرك هذا كمثة كتابة مغان كأدوذة أن يغم أرمين بيك هذا مرك أجش لا أجل مصمع وإلا يسوف هذا أجل أو مصمع لي لكن دين أو حالة كاس كتابة بنا أيها أيها مهمات كمين مها بل في الله يقول سبحانه وتعالى ولا يأبى يوسف دين كاتب مد كاتبها وحقرة أن يكتب من أن يكتب إنا وقرة بل في الله يرد أردت أن أوقل أقر ليلة وأقول إلى مركة وعوية دائم كي المدين كواية كما سيدي علمه الله إله أبرى سيدي إله أبرى إله أبرى معناه كتابة لفتر كواية قراءة وفضل إله أبرى يوسف كبه خيرنا سيدي إله أبرى وحال العربة وإن صلى الله إلهي وكسيه أذي إلهي كوفا إلهي إلا ذا كوبا خلناه هو تنكريه ما أنا وقفك وحي فلائل أما صلى الله إلهي السيء الدومنك إلهي نوسعه بخلناه هو فليكتبها قرى فلا تنتهي تأكيد لي فليكتبها قرون إلهي ولا يأبى كاتب مت كاتبه وحقرايا يوسن ديدا أن يكتب إنه قرى كما علمه الله سيد إلهي أبري فليكتبها قرون إلهي وليمنها ميريو بهلاهي وليمنها ميريو والله هو كاتبك ميرشوي الذي متك عليه كركيس الحق حق ويه مركا وحا ميرنا انتاس انتاس ودينها انقاذنا انتاسان قات انتاسان قاتي منك مدينك ايا نهاية وهو ميرنا يا مركاس كاتبك وليمنها ميريو بهلاهي سبحانه وتعالى وهم يشوي الذي تعليه كركيس الحق حقوية ودينك لغربوية لأنه يمشود عليه وعلوه مخاتكع وإستغى مركز واقدر على سنه إغادة مركز ودينه قاتي وإنتاس إنتاس أنقبه لي منك كاتبك نوحا وي وإنه قراه الوضع لوضي يحتر دينك دينك بحناي دائنك يوم دينك دين السيناي أيها هو حاضر أي قرايا سأل مركا الدوضع يسمع إيماني ومن كان لفت الكيسو دينك ميبعي وإنه مقلع يوحكا وليتق الله الله كعب صدو الإلهي فبه ربي يسأل الله كعب صدو مركا يحميرين إلهي سبحانه وتعالى كبر ووحوي وح مركا سبحانه يقول هاي يوسف كان مخصان مثلا بوحوي إنه مراد مي وحوي إنت عسان قاتي أصبح مركا بقول قاتور سيئة أنقاف أنقبا وليتق الله الله كعب صدود إله رب ورب يسا ولا يبخص يوسف مقصانين منهم من الحق حق شيء شيء سنقصان ولا يبخص يوسف مقصانين والإله منه حق شيء شيء سنقصان وهو حق هي الأولى هاي مقصان يوسف جنين فإن كان الذي في هدي أولها عليه الكيس الحق حق ويهي سفيها مدة بالها دوية إلا هذا وحال روائنا يبنيه من كان مركز الدين كقادنا يوحل بلية أو كاتبكم ميش وهوه بسلم بوحوه ومتعذر وي مركزه إلهي فإن كان الذي كي هدي أويهي عليه فركيس الحق حق أويهي سفيها مدة بالها دوية مثلا بوه مبذر وهي أو أمس الله عيفا الله عيف وياي أو دينك مني يذكره وسلم وحواي وقف صغير عنه صغير واي أما سقف دخولي أو إسقدر درمي ويو مارتيا خلال قبة وهو كالعجيها مجلس طوى مسلم با أما سوحواي وقف حق مركز الولاية مسلم با وقف هوينا وحان الله ربقى يا مركز فدنه مركز دي ماكت ماشي إنس وفر يسطو أي لعلا أي وحميري لهذي فدنا لغا بقى هي بدك ماشى فدين وكف ديوانا لغا بقى يا وهو يقف محرم كيرا هي سوى وكيرا نيسا يخوال سوانتا ومركز مجلس كسوى فدي سنيس
ee naarta iyada oo lagu fidiyay halka inayna soo fariisato iska dhaqdhaqayso lama rabo fa in kaana ladii fii hadii uu ahaado calay hortiisa alxaqu xaqu uu yahay safiya madawiya mid dabaala oo amase laciifan oo laciif uu yahay oo amase laa yastabiic uusan karayn an yamila inuu meeriyo huwa isagu masalan ba asaba waxba meeri karin masalan ba akhas ku waayo aflaada u waayo amase luqada uu ka jaahil yahay iyo wixii lamid ah amba luqada wax lagu qoraa uu ka jaahil yahay falyu min hamiya yowba ilaahay beeskiisa weliyuu weligiisoo dhilaa falyu min hamiya deynka weliyuu weligiisa wey amarkiisa mid ka tawalinaayo masalanba mid ka tawalinaayo ma waalidkiisoo naa kara ama mid wasiya ama isaqayimuu naa karaa ama xaggii luqada hadday tahay mutarajimuu noqon karaa falyu min hamiya yowba ilaahay subxaana watacaala weliyuu weligiisu bilcadli cadaalaha ku meeriyo yastashiduu ha uga markhaati yeelaana u dhah ilaahay wastashiduu uga markhaati yeela wastashiduu uga markhaati yeela u dhah ilaahay subxaana watacaala danka la qaadanayo wey shahiideyni laba markhaatiyaaba ee min rijaalikum raggiina ka mid a baaliqiinta oo muslimiinta oo axraarta weeye oo laftirkeeda qoraalka idoo la samaynaayo ayaa waxaa lagu sii darayaa markhaatiyaal haddana markhaatiyaasha loo sameynaa marka alla wuxuu dhahay wastashiduu uga markhaati yeela shahiideyni laba markhaatiyaala oo min rijaalikum raggiina ka mida ragna marka leeyahay dadka muslimiinta ayaa loola jeedaa maxaa yeele gaal markaasi markhaati loogama dhigi karo fain lam yakuuna haddaysan ahaanin rajulayni laba nin fa rajulu nin iyo wamra'ataani laba naagood ayaa ka markhaati kacaaya haba laba ninaa la yidhi markaasi oo caadil ah oo muslimiin ah oo axaara labada nin waa la waayay marka hal nin iyo laba naagoodaa la helay way ka markhaati kacayaan wuxuu ileen ma aha maaragtay xuquuqullaahi maaha shaygu hadday xuquuqdu waa laba qaybooda wixii xuquuqullaahi iyo xuquuqullaahi la yidhaha xuquuqda ilaahiya naagu markhaati kama gasho malaayiin hataa hadday rabaan isu yimaadaan laakiin wixii xuquuqul-aadamiya naagu markhaati waa ka gelaysaa marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala fa in lam yakuuna haddaysan ahaanin rajulayni laba nin haddaysan ahaanin oo laba nin aan la helaynin fa rajulun hal nin iyo wamra'ataani laba haweena ayaa yashaduu usooxdaa ka markhaati noqonaya oo miman duul ka mid ah tarlowna aad ka raali tihiin oo minashuhadaa markhaatiyaalka ka mid ah dad maaragtay diintooda iyo cadaaladooda aada og tihiin miman duul ka mid ah udha ilaahay tarlowna aad ka raali tihiin oo minashuhadaa'i markhaatiyaalka ka mid ah hadda waxa weeye haweenka waa la tacabudiyey oo meesha markaasi hal nin markhaati uu ka noqonayo laba naaqoodaa laga dhigay maxaa u sabab marka waxaa soo qadaraysaa watacadudu nisaa'i naagaha tacadudoo la badiyey an tadilla liali an tadilla ay luminaysa daraaddeed wey udha ilaahay ixdaahumaa midood oo fatudakira ay xasuusinayso ixdaahumaa midood aduhra midda kale ay xasuusinayso waa haweenka loo tacdiinaayo naagaha caqligoodaya caqligoodu naaqis weeye wax inay labdiyaanna waxa weeye baarka nuqsaano uaga jirta marka waxa laysugu qabaayo waxa weeye waxaa la rabaa haddii lacalla hadday markhaatidi marka loo baahdo mid markaasi ay halmaanto midda kale inay xasuusiso jira warwaagi saas eedo ani adiga ahayn oo saas eedo saas eed oo markaas ay soo baraarugto taas intaas le waa wax loo tacdiyaayo ee wax kalintood maaha maxaa yeele naagaha waxaa badan markaasi qafladooda ayaa badan oo sida rag wax u labdiyaan uma labdi karayaan culimada qaar wuxuu yidhaha haddii nin aan la helin waxaa kaafinaysa markaasi dhaar oo markaasi ninkan uu dhaarto ee labadan markhaatiya oo haweenka madhabta imaamu shaafici imaamu maaliki waa saas imaamu shaafici laakiin abu xaniifa wuxuu leeyahay dhaar laguma kaaftoomaayo maca shaahideyn uu leeyay oo dhaarta waxa dhaaranaya wey markaas ninka madiinka marka hadda taas waa banaan tahay yemiin maca shahaadateyn iidoo ah laakiin hadda aimadu iskumada waafaqsana marka watacadudu nisaa'i naagaha tacadudkoodu anta lila liajli anta lila ay luminaysa araaddeed waa udha ilaahay ama ay halmaamayso ixdaahumaa midood shahaadada ay halmaamayso oo fatudakira ay xasuusinayso ama fatudkira ixdaahumaa midood waa tii xasuusneeday al ukhraa midda kaloo naasiyada
saas weey marka waxa ma arkay naagaha loo badinay oo loo kabaayo naagaha waxa weey aqalkooda ayaa naqis atowda rasuulka kaleey salaam ma raayto naqisaati aqal iyo diinowda ma arag u dhaha wax aqalka iyo diinta ka nuqsaansan haweenka marka siyaas ayaa markaas haweenka la isugu kabaaya ولا يعبش هداو أضمنك إليه أبو فايقا فمن هذا مركز علمانية أما ما رأت يا فالقلبات إيه وحاس إيه واحد اللي هو ما رأت يا أبوان وما رأت يا هكا كبا هو وما رأت يا شابين تهديد إليه قرومة الدولة هذا ما رأت يا مبيع فرطون ناوكت منك الله سمنتها هذا هو إلهي وحمي قانواي إلهي أقوان مرها أنا كأقوام بدن وايوه واحد جهلي واي بدنا هايوي وأحمق قوي أفكساس العربية قالوا بيا وقال مرتد عبد مسلم هاي مرتد ومقنايا أدوساس ومارك وآمن سيه هاي لو وحول الله سبحانه وتعالى لو بدا يواي أدوني كيس إليه سيايقا ما عن حق ما قدونك منزلتي أبد درجتي إلهي الدجية لما بأخصينا هذي لما بأخصيه تاسرفت كذا حق راتك مقنايا سمحايا لأ wuxuu soo gaarin ayuu markaas uu sameynaya hadii la yiraahdo sala boqofkan ay shimbirkan baa wuxuu ku boqay adeena haad la yiraahdo waxa weeye shimbirkana waxa ka fadli badan insaanka ayaa ka fadli badan maana baabkiisa ma aha waxa weeye wax baabku waxa ay lama gaarsiisoodo waa jahli iyo maaratay diin la'aan iyo jahdi dadka waxyaalaha noocaas ku hadlaya oo qasmiga ilaahiga maasi ilaahay dhiga ka dhaqaajinaya هذه هذا الرسالة بدمر كوحة صوك لأي آمنا وإذا هذا حقات بلس منته وما لا دوه هي بنته لما أحكو أيضا لفر قوة ضد قالة أفمي مقنايا ضد قالة أفمي إلهي بنشي مقنايا مع الإلهي أن كد جادائس بكتو هذا بريا دو حقرب بانتا إلهي سبحانه وتعالى عياد وحقربتا هذا ما دي وقت الدرجات سقويا وحقو سيسال إليه هذا مركز مخلوق وحبوطارك رأي ولا يعبش هداء ود إله سبحانه وتعالى مرخات ياشو يسم جيد إلى ما دعو ملك اللي يجيره وهذا إلي أتكم مرخاتك عدين إلي يجب أن كم مرخاتك عملك الإله ولا يعبش هداء ود إله مرخات ياشو يسم جيد إذا ما دعو نوسك الصلاة إلى ما دعو ملك اللي يجيره وكارك كم مرخاتك على الإله ويجب أن وكارك مرخاتك بطا ولا تسأموها كم يجينا ود إلهي أن تكتبوه من أن تكتبوه هنا القرطان وهي مركزي هوي وفق مركزي أبوه مخاتك عليهم أو حقها هاي ولا تسأموها كم يغنوا الإلهي ومركز ددك شهودها هاي ولا تسأموها كم يغنوا الإلهي أن تكتبوه هنا القرطان الإلهي ما يوحاديه لا يوحالي لجي ذا ددك مركزي وهي قول الجروي ددك غرايا غراياشي oo marka dadku ku taabtahay ayaa ilaahay u leeyahay walaa tasamuha kam yuhina am taktubuhu min an taktubuhu ila qahtan ma shahidtum alayhi min alhaq wa yi saghiran kullar hayya huwa masa kabiran kullar hayya walaa tasamuha kam yuhina ilaahay am taktubuhu ila qahtan wa ilaahay marka waxa la qorayo sagira ku yarahay iyo masakhiin ku nahay ila ajal iyo ajal fiisin tii la gaaray waxa la rabaa qofka kaatibkaane inuu markaas asaguna uusan ka moodin inuu markaas uu wax qoro wala tubeenakum kaatiba u dhaylaha hadda ma soo dhacay in markaas waxa weeye uusan asaguna ka daalin la yasam min alkitabati wi qofka masalan waxa weeye xuquuqda ay ku badan tahay قفت إلى قبة نين أصيغنا واصيغ كالانتروي مثلا قفت عن حقوق بضم أي مركة سوء قادنا يا مروا البوح قادنا يا مروا البوح قادنا يا مركة دين لقد على الله مرها يا مروا البوح حالها وإنوح الله قروي وآخر عبد الإرادة هذه مثلا بمعنيه وراء أنفيرنا لبير كان أن تكتبوه وها مركة سأقول نقونا هذه الشهودة وأنا معنى صحيحة وي معايا لمركه روحان لعدي كتابة المتدينين لوذا وحكا يدين سنة يقرأ الكوضة مركه لما موحى لعدينا يا كتابة الشاهدين لوذا الشاهدين كتابة هذا لشهادة ما لتكون تلك الكتابة مذكرة له ماوي وهكذا أنصيه كرته إن لوذا وحكا يدين سنة
لفتر كوده الولجي وإذنك لفتر كينو قرال كسامير اللي مركا هذا وحاوية سيدا نواك ودي كرنا وهذا وحادي كرنا دان خصوى الله أبنى لما إرتانا من يلبنا أكلا نغنيس وإلهي حوله سبحانه وتعالى ولا تسأموا هكم يذنوا بإلهي أن تكتبوه إنا القهتان سيدا هذا مثلا مدجالي فصير عساس ومركا أن كفصرني هنا المركز أنت كم يجينا أن تكتبوا هنا القرطاع وحيات كما خاطئك عذين هو على غير شهود لفتر كورة هي أيها لفتر كورة وحالة يديك لفتر كينو قرى على الليه هديك لفتر كينو وحيات كما خاطئك عذين قرى عاكلا لو يعليك لهالي لبدا لفتر كيادة مارت يمتدائنينك وحكا لدي سنة دائنك يمدينك لكن وحي هذا كسير صحيح بغنت هاي إلا إذا المركز شهوده إلا إذا هذا مركز هذا ضدك مركز حوي وحقرأي هذه لبهانة ولا تسموها كم يبينا أن تتبوهنا القهتان ومرء الله لمرك القراء اللي يديشته وقفت مثلا من مركة وراء الدية هذا قرتي عندنا متك لو قادنا أما متك لا بها اللي يقرأ بها هكم يبينا أيغنى اللي انت فد السد حداس وشهود دي رواء الوعي لكرا متداولين كواء الوعي لكرا waa loo eri kara markaas ku taabti loo eri kara ku wax quraay intaas waa loo eri kara lamirka marka ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala saqiiran ku yar ahaayaya waxa la quraay way ama waxa laga marxaati kacaayo oo ama saqiiran ku yahayaa ilaahay ajali ajalkiisa intala gar waqti xuluulka ah dalikum fi ma la soo sheego ilaahay oo qoraalka in wixii la qaadanayo qoraal lagu sameeyo أيا أقصد عدالة بذنود إياه عند الله إلى إكتس ذلك في ناس أيا أقصد عدالة بذن عند الله إلى إكتس وغمكاس أيا توصا للشهادة الشهادة نكو توصا وضدك مركز يبقى إنه مخاتيس وإذان سلس أيا مركز أو توصا أو خالنا بذن معايا لا قرالك أي مارت شهادة يديس وافقان وأهل مركز كالمويد سؤا وأدنى كاس أيا دود إلهي الله ترتابو إن إذا شكنا وأدنى كاسادو الله ترتابو إن إذا شكنا حق مركزي وحوية قفقا لغولها المدينك هي أجش مركز دينك الوسلي إلا أن تكون إلهي إن أهاتمي يعني إلا أن تكون تجارة حامرة وتكاند عن إن تام الله قدقه هي إن لقدقه مركزي ناقصة لقدقه لو رواب أنت إلا أن تكون إلا أن تقع مركي كانت لقد تكتفي مفوئة إن بعض مليان تجارة 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 سوى حالرة أو حالرة تجارة سوى تديرون هذا ويجير إسان بينك بحدين أجل ما ألهين وحاوي وحضر مارك لك لقاضاي وهذا مثلا بغفت عن دكام ومدين بخاري ومير وحبوك الجبان يا ما كان دوحس عمل القرى المال هذا ولا كلقاتوها يا إلا أن تكون إلا أن تكون بما يهاتم ويانه إلا أن تكون تجارة مركز ذلك مركز كان لغبغا ناقصه تجارة 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 سوى حاضرة أو حاضرة تجارة مدينة لأنه كان أياه وحين قنيسة أطامن قنيسة كل مركز سوى قبنا أنت تجارة سوى تديرون هذا وريجين إسان بينكم بهدين فليس عليكم كركين جناح دم معه نود إلهي الله تكتبها إلى إذا قرنا تاس فليس عليكم كركي نماء جناح دنبي الله تكتبها في الله تكتبها إلى إذا قرنا وشيء مركا سمى الجر فيه وأشدوا هو مرخاتي يلو الإلهي إذا وقتي تبايات مضوح كالقضار إسان بيعاس مرخات أسمى وأشدوا مرخاتي يلو الإلهي إذا وقتي تبايات مضوح كالقضار إسان لفتر كذا مرك وحلا كرجلنا وحامارك يا السماء إما خاتي لا يل وأشدو مرخاتو يل إلهي وأشدو إما رخاتي يلوي إذا وطني تبايات وحكل جينيس هذا وحد لما يو أمير عيونس ومرين ودم كل سعر وصوش عن هندبواي ولا يلار يوصل ابن إلهي كاتب مت كاتبة هي ولا شهيد مت مرخاتية وهو قفك كاتبك هو كتابه يوصن وحكو لبن مثل مرخاتي أنا مرخاتي يوصن وحكو لبن ولا يلار
يالا دغنا ويل يرادا كاتب مد كاتب او يالا دغ مثلا بقرالكي لو دغن ساس حقر اي ما مارت سيد اما اساس مدو قرتي قيره اي لجلش مرخاتغن اللي يرا مركاس سيد مرخاتغا او كعدي ما هو كلفه ان يرادا اساس وي هو هو تحريف اي امتناع الا السمويه الجديده هو مثلا او ليس يحقر هذا او تحريف او سمايه شاهدتنا مركاسي او سمايه مركاسي امتناع او سمايه وهذا هو عميه كراسي او روشه يمي لابتي كيسا كاتبك يعلى بذن شاهدتنا يعلى بذن اساقنا وان كفعلوها بيئات فشانوا لله وحل الذي كره يبي فانه كاسور لله فعل كاسو فسوق فاسق نموي تاعدا لقب حوي وان كفعلوها بيئات فشان فانه كاسو فسوق فاسق نموي فسوق أسوء لا حق مسوق الدرئين هيلا يبكم إليك كان مشهور كان شيء محذوب فالوطع على الجناية لا حق بكم إليك هيلا واتقوا الله الله كعب صدو الإلهي أمر كيسي نحي كيسي له وقبقى ويعلمكم الله الله وائل برايا مسائح أمورتيني واتقوا الله الله كعب صدو الإلهي ويعلمكم الله والحال يعلمكم الله الله إذن برايا هذيك المسائنة في لغدك واتقوا الله هي كعب صدو ويعلمكم الله الله وائل برايا مصالح المرتين يا إلهي برايا وعكروا إلى هذا تقوى علمي يكينتا سيدها بعض الحديث وأرورت ووطق الله إلهي كعب صدى ويعلمكم الله الله وإلى برايا علمي إلهي إنسينا يا قفوا دي أمارتي إلهي كبقه أو تقيه إلهي سبحانه وتعالى علمي فإذره أو النافعة يا إلهي سمي أو سينا يا علمي وحوي وليب أصوه مركز أو سنكسبن أو مركز هباء أي إله السنة سبحانه وتعالى ويعلمكم الله مركز العلم علم أو النافع أوي معايا العلم هو نورا لي قفان إلهي كعب سنين اللي بهدو نماي وهذا رتاد الدينة إسلام كي علم ببرا شديسة علم أصبورك تدك سيدة طالب كامها يستان لبهدو نماي وحوي إنا يبهتان لبهدو نماي ودتك سيدة طالب كجهالي بديه مرك علم الإله هو نور قف ما يقول إله كعب سمع عاصي لبنها نوش وهذا العلم النافع علم النافع هين ومرأة ومصيرة وبلاية يبدأ أي خرافات وهو أنفع ما يفاس وطيب إمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله الله دال عاصم وطول إمام الشافعي وعوش يقول شيء غير وكيح وكيح من الجراح مشاعر الإمام الشافعي وكمل هاي حفظ ذي إلى فهم ريد قمته هذا فهم الإمام الشافعي وعلى جوهر هم كرم عنه أصل أنت أساس إيه تأييد دار صنايا توالع أنا واخوضة مرك يسوع وجهه مشوبة معاصي قد تقوله فهم الله أنت يا قلب المذولات وحوي لفت الكوار معاصي كمديه وأنا إيش يا جوهر هاي هو العلم والنور إيه هاي ولا النور كيس أنا أن عاصي وجهه منين لما مالك يحوض هاي من عمل بما علمه به وفقك عمل فلوحه يقانه ورسه الله علم ما لم يكن يعلمه إلهي وحوض حلصين يا علم أسنقوني علم ذات مكة وحيلة فين الإله يا ليلة هذا بدك ما رأت يا متقين تأه أو إلهي كعب صدى أو علم وضوك عفلاء إلهي سينا يا مركة تقويض وعوية سبب أي أطهي إن علم نافع غفق إلهي سي أي سابطه غفق أدوسين إلهي تبقين علم نافع إلهي سيما والله الله الإلهي بكل شيء شيء لأرك كل يسا علمه أهلك علم لوي وهو البناء إلهي عالم فيه سبحانه وتعالى فرك عشر فين انت سوك إيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.